عليكم، معاكم محمود من قناة رو لايف وبرنامج المشوار من جوه مسجد قدس شريف في العاصمة التتارستانية قازان. الرسالة دي من جوه الجامع. نجحنا في العبور إلى الداخل، وهوريكم ده صحن المسجد. ده القبلة من هنا الاتجاه ده. ده مكان الإمام يقف هنا، والميكروفون أهو. هنا المنبر. تمام، الناس واقفه فوق في البلكون بيشرحوا لهم وبيقولوا لهم إيه. وده طبعا المنظر فوق، عامل القبه من الداخل. الناس واقفه في البلكونات فوق علشان الجايدز او المرشدين السياحيين بيشرحوا لهم حاجات عن المسجد. نصلي الاول ونكمل كلام.